لا لا لا، مش قادرة أصدقك. يعني إيه؟ يعني إيه حابس سمر وجاي هنا عايز تكلمني دلوقتي؟ سمر، أنا لو كنت قعدت معاها شوية في البيت أنا كنتش عارف أنا هعمل فيها إيه. سمر دي ليها معاملة تانية تماما من النهاردة، ولو هي مجنونة هي لسه ما شافتش الجنان بتاعي، وجنان بجنان بقى هتشوف حق غباوة. خلاص خلاص، اهدى بس اهدى بس وفهمني حصل إيه. سيبك من سمر دلوقتي، إيه بقى حكاية الراجل حمسوها ده؟ راجل؟ راجل تاني؟ هتقولي راجل تاني وتالت؟ لا ده أنتوا مصممين بقى، ها؟ مصممين. اعقل يا هشام وارجع لمراتك وانا هسيبك وامشي. استني بس، استني استني، تهربيش؟ اهرب من ايه؟ انت بتخرف، ايه اللي انت بتقوله ده؟ بقول الكلام اللي كنت لازم اقوله من زمان واللي بطل انت حاسه. بطل يا هشام، بطل جنان بقى. واضح ان موضوع جميله ده اثر على دماغك بجد. ايه اللي انت بتقوله ده اصلا؟ لا جميله وهم، خلاص وهم وخلص وراح لحاله. جميلة دي كانت زي الشيطان اللي مخليك تشوف البعيد ومخليك مش عايز تشوف النعمة اللي في ايدك. الشيطان بيعلقك بالخيال عشان تبعد عن الواقع. أنا مش بخرف يا أمين، أنا بقول الكلام دلوقتي باللسان اللي كنت لازم أقوله من زمان. وإيه كمان يا هشام؟ كمل عشان عايز أسمع. كمل كمل كل اللي جواك. أنا كنت بهرب، كنت بهرب يا أمين. مرة بهرب مع سمر ومرة تانية بهرب مع جميلة، بس في الحقيقة بقى كل مرة كنت بهرب فيها كنت برجع لقلبك أنت، القلب الطيب. وأنا دايماً هفضل موجودة، هفضل موجودة يا هشام. بس أنا كمان ما بفكرش غير في ولادي، ولادي وبس. فاهم؟ فاهم يعني إيه ولادي وبس؟ ولادك هم ولادي يا أمين، وأنا فاهم كويس. ولادك دول هم ولاد شريف الله يرحمه. ليه بقى بتقولي كده؟ أنا عمري قصرت معاكوا في حاجة؟ لا لا لا، أنا ما قلتش كده. أنت عمرك ما قصرت، وطول عمرك سند وظهر. طيب أنا بتكلم عن حاجة تانية، أنا بتكلم عن الحب والود اللي ما بيننا، واللي أنت عارف إن هو موجود ما بيننا من زمان. بس أنت عارف إيه أحلى حاجة في اللي أنت عمال تحكيه ده كله؟ إن أنت اتعالجت من وهم جميلة وبقيت تشوف الحياة صح. أصل أنا بقى بفهم في المشاعر وبفهم كويس، مش زي ما كلكوا يعني فاكريني. وزي ما انت كمان حاولت تتعصب عليا عشان تفهمني يعني ان انت مشاعرك، عموما مشاعرك الحلوة الحقيقية رجعت تاني ورجعت اقوى من الاول. عارفة يا أمين، واحدة غيرك في الظروف اللي انا فيها دي كانت ممكن تستغل مشاعري غلط، بس انت عشان ست محترمة وعظيمة ما عملتيش كده. أنا بشوف إن اللي بيني وبينك أكبر بكتير من الحب والجواز. يعني مين يعني ما يحبش يبقى عنده في حياته أم وأخت وصديق؟ أنا صديق. أجمل حاجة إن أنت وصلت إنك تعرف حقيقة وهم علاقتك بجميلة، وكمان قد إيه أنت بتحب سمر. سمر دي أنا هموتها أكتر من كده؟ عايز تموت سمر؟ سمر اللي اتجوزتك وهي عارفة إن أنت متجوز وحاسة طول الوقت بالخطر عشان أنت مش عايز تخلف منها، كل ده وما موتتهاش يا هشام؟ كل ده وشايف نفسك إن أنت يعني ما عملتش حاجة في سمر؟ دي ليها حق تتجنن؟ ليها حق تعمل؟ أنا عن نفسي بفوت لها كل حاجة عشان حاسة بيها، حاسة باللي هي فيه. دي ليها تتجنن؟ سمر دي ليها تتجنن؟ سمر؟ سمر تتكلم عن سمر؟ سمر؟ أيوة سمر. سمر يعني خلاص خلاص، سمر ملاك بجناحات وأنا بقى الشيطان اللي واقف في طريقكم كلكم. لا لا لا، أنتوا الاتنين هتخشوا الجنة مع بعض عشان أنت كمان بتحبها زي ما هي بتحبك، وعشان أنت هتطلع من هنا هتروح تفك أسرها وحبسها
وترجع لها وتحبها صح وتبدأ معاها بداية جميلة جميلة بجد، فاهم ولا لأ؟ وأنا بقى ما تقلقش عليا، تقلقش عليا خالص، أنا ما عنديش غير سوا وإبراهيم وهشام وسمر.